غزالاتي، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الاقتراح ديالنا ديال اليوم كلاص فخوماج، واحد لاكلاص سهله مهله يمكن اي واحد يصوبها في الدار. غادي نحتاجوا ليها دي فخوماج فخي، اي فرماج كيعجبنا. غادي نحتاجوا ليها دي فخوماج هكا ديال لاباشكيري، وبعد ديال الفريمجات. غادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف. غادي نحتاجو لا كريم فريش يكون فيها على الاقل 35% ماتيير غراس، سكر سنيده، شوكولا اللي ذوبناه في باماري. غادي نحتاجو دي بيبيتو شوكولا اللي كيبقاو اختياريين. غادي نحتاجو دي فيرون بابي بحال هكا، تعويدات بحال هادو. هادشي ساهل ماهل. الوغ اول حاجه كنديروها ناخذو لي فير ديالنا، ناخذ لي فير وغادي ندوزو فيهم هاد الشكلات اللي ذوبنا باش يبردو لينا. خصنا نديروهم يبردو. راه كنديرو الو هكا كنغلفوا الكيسان ديالنا بالشوكولاته، وغادي نديروهم في الكونجيلاتور واحد ربع ساعه يبردوا ونرجعوا. الو ملي كنديروا لي فير ديالنا يبردوا في الكونجيلاتور، كناخذوا لا كريم فريش كنديروها في واحد لو بول اللي ديجا درناه حتى هو في الكونجيلاتور شي ساعه ديال المكانه باش يكون بارد، كطلع لينا لا كريم بسهوله. كنديرو لا كريم ديالنا، كنديرو نص ديال السكر. وغادي نطلعو لا كريم ديالنا. لو على ملي كطلع لا كريم ديالنا بحال هكا، هذا هو القوام اللي كيخصو يكون عندها. غادي نديروها في الثلاجة ونطوندو. دابا غادي ندوزو نخلطو الفرماج ديالنا. الوغ دون ان اوتر بول كنديرو فرماج لاباشكيري، وكنزيدو الفرماج فخي. هاد لوكا انا خديت ريكيسون، وكيف ما قلت كيمكن الناس تستعملو اي فرماج فخي كيعجبنا. الوغ فوالا، غادي نزيدو هداك النص ديال السكر اللي خلينا، وغادي نخدمو شي شوية. لو ملي كنخلطو شوية الفرماج ديالنا غير حتى كيدوب لينا السكر، دابا غادي نخلطو لاباغاي الأولى مع الثانية. فوالا حنا خلطنا لي دو زاباغاي، لا كريم اللي طلعناها في لو فرماج. غادي نزيدو لي بيبيتو شوكولا حسب الذوق، انا كيعجبني بزاف الشوكولات. الوغ زدت شي شويه زايد. الوغ قلنا هاد لي بيبيت سي با اوبليغاتوار، يعني الا بغينا اختياري، يعني الا بغينا كنزيدوهم، لو بغيناش كيعطي واحد الكرانشي في سميتو اللي كنعدو لاكلاص ديالنا كنلقاو فيها
واحد عطوش كروكونت. الو هنا كيمكن نعمرو ديريكتومون هكا بلا كويير ولا سينو اون بوش ادوي كتجينا احسن واسهل. هناك يبقى لكم الاختيار. فوالا كويسات ديالنا الشكلات ديالنا هو جمد. غادي ندوزو نعمرو لي فيغ ديالنا بحال هكا. ولكن كنا نعمرو حتى الفوق الى بغينا حسب كل واحد. انا بغيت كنعمرو لي فيغ ديالنا وكنديوهم للكونجيلاتور كنخليوهم ليله كامله. انا غدا نرجعو باش نشوفو كيفاش جاو لي كلاص ديالنا. الو ملي كدوز 24 ساعه على لا كلاص ديالنا في الكونجيلاتور اما كنقدموه هكا في هاد لي فيغون بابيي كناخذو بالمعلقه واما كنقطعوه هاد هاد لو فيغ راه هو ساهل باش يتقطع. كنحيدو لا كلاص ديالنا وكنقدموها بحال اللي درت انا هكا في نسيت. الو هنا الا بغيناه يجي مغلف كله بالشكلاط كنديرو دو كوش ديال الشكلاط. ملي كندوبو الشكلاط في باماري كندوزو عليه دو كوش. يعني كنديرو لا كوش الاولى كندوزوها على الكاس حتى كيبرد مزيان وكنعاودو ندوزو اون دوزيام كوش باش كيجينا كله مغلف. ولا بغيناه يجي غير هكا مثلا مقطع هكا كيجي انفورمال كنديرو غير اون سول كوش وكيجي بحال هكا. هنا فوالا كنخدموه بشويه ديال الكراميل بحال اللي درت هنايا. بتيت كوت دو كراميل هكا هلا فوالا. ها هو لا كلاص ديالنا واجد 100% ناتوريل بلا مواد حافظه بلا حتى شي حاجه. كيجي غزال ولذيذ ما نقولش لكم. انا غادي نقطعو واحد باش نشوفو كيفاش داير من داخل. غادي نوري لكم فوالا كلاص 100% ناتوريل 100% في الميزون. والخدمه راه هي ماشي بزاف راه هو ساهل باش يتصوغوا. الو ولا كنقول لكم الى هنا في هذا الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ونتلاقاو في فيديو لاحق ووصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله واحبكم في الله.